بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. والحقيقة دايما كده في بداية حلقاتنا بنكون بنتكلم مع حضراتكم عن بعض الأخبار خارج النطاق الرياضي وعلى المستوى المحلي وكمان على المستوى العالمي. ممكن يكون أبرز وأهم الأحداث استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم في النسخة الرابعة، هيكون إن شاء الله بينطلق بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مدينة السلام شرم الشيخ بجنوب سيناء الفترة من 10 لحد يوم 13 يناير 2022. وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصة المتحور الجديد أوميكرون. بتضم التقنيات غير المسبوقة روبوت هيكون هو بقى اللي بيعمل كل عمليات التعقيم في القاعات، روبوت تاني هيكون هو اللي بيقيس درجات الحرارة للمشاركين ويوزع على الحضور أدوات التعقيم. ده غير كمان إن هيكون في تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، ده كمان بالإضافة إن هيكون في روبوت هيكون بيوزع الأكل والشرب ويعني السناكس اللي في النص على كل الناس اللي بتحضر. هتكون بتتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات وسائل الانتقال في المنتدى بإن هي ذاتية التعقيم. يعني طول الوقت بنكون قلقانين نمسك باب الأسانسور الحاجات دي كلها، فواضح إن كل حاجة هتكون بتتعقم بشكل كده لوحدها. ده كله طبعا في إطار محاولة التقليل من الإصابات بكورونا. أنا أتذكر وقت البابل لما احنا عملناها قصة الفقاعة كان لمصر براءة الاختراع ساعة مونديال اليد. أنا حاسة قصة الروبوت دي برضو فيها حتة كده مصرية قوية. ده طبعا بس ما كانتش براءة اختراع قوي، كان تم تطبيقها في الـ NBA بس إنها تطبق على بطولة عالمية والكل كان خايف كمان من كأس العالم لليد يا ميرا، والكل كان متخوف، كانت نسخة مختلفة وكان أكتر عدد منتخبات. فطبعا مصر يعني احتسب لها كمان إقامة الحفلة أنا وأنت كنا متواجدين فيه في وسط يعني كوكبة من أهم الشخصيات اللي كانت موجودة. بس الحمد لله الموضوع عدى بسلام والبطولة كمان عدت بسلام، مفيش غير المنتخبات اللي اعتذرت بس لو تفتكري معايا. بس غير كده البطولة كانت كلها كانت سليمة جدا. عقبال المنتدى إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن